محمود صلاح يعني عالم في ما وراء الطبيعة وفي الحاجات المخفية في الطبيعة، ظهر في الفترة الأخيرة بشدة، وهو بيحاول يدرس حاجات كتير مخفية عننا في العالم المخفي وما وراء الطبيعة واللي الدول بتعمله في الخفاء. أهلا وسهلا بيكو، بتمنى لو أول مرة بتشوفوا قناتي تنسوش تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، والضغط على اللايك يعني تقديرا لمجهودنا. محمود صلاح يعني منتشر من فترة كبيرة جدا في علم وراء الطبيعة وفي الحاجات المخفية من بعض الدول المتقدمة اللي بتعملها، زي مشروع الهرب اللي بيعملوا بيه دلوقتي الزلازل، واللي بقى مكشوف جدا جدا، واللي ضربوا بيه كل دول إسلامية منها تركيا سوريا المغرب، وربنا يستر مش عارفين الدور هيكون على مين. ومنها مشروع المليار الذهبي اللي هم بيقضوا بيه دلوقتي على بالذات الفئة المسلمة زي فلسطين غزة، الأحداث اللي بتحصل زي اللي حصل في زلزال تركيا اللي قتل في مش أكتر يعني من ساعتين 54,000 شهيد، وفي سوريا أيضا كان ليهم نصيب كبير جدا، والحروب الدائرة في الوطن العربي والمغرب. فبيقول إن موضوع كورونا ده كله كان مخطط كبير جدا علشان يخرجوا بيه الشياطين، منعوا العالم من الخروج يعني بسبب الوباء أو بسبب مصطنع اللي هو الوباء، عشان يقعدونا في البيوت وتتقفل كل الكنائس، تقفل كل الجوامع، وفعلا اتقفلت لمدة عام كامل كل الأماكن المقدسة، حتى ما كانش في حج، الحج توقف، العمرة توقفت، العالم كله توقف عن الحياة. فبيقول ان ده كان بسبب مخطط كبير جدا علشان دول كبيرة كبرى بتخرج الأشباح والعفاريت والجن، مجموعة كبيرة خرجت في التوقيت ده علشان يمهدوا لنهاية العالم وخروج المسيح الدجال والمليار الذهبي ومخططات تانية كتيرة جدا جدا احنا غافلين عنها. بيقول ان مخطط كورونا ده كان مخطط كبير جدا، وفي دول كبيرة جدا عارفة فجوات في الارض بيننا وبين العوالم الاخرى، خرجت اكبر عدد ممكن وكبير جدا من الشياطين او العوالم الخفية والمخلوقات الاخرى، واتفقت معاهم وتعاملت معاهم وخرجتهم وشافتهم وجها لوجه، مش زي ما احنا بنقول بقى اشباح والكلام ده، لا تعاملت معاهم تعامل كامل، وفي اتفاقيات ما بينهم وفي مجالات وحوارات ومشاريع بقت ما بينهم. وطبعا حتى مايا صبحي كان بتقول نفس الكلام، وقالت ان امريكا عاملة مشروع كبير وعاملة بوابات للعوالم الاخرى، منها في بوابتين بس في اليمن وبوابات في امريكا، وبتقول يعني العالم في كام بوابة، وهي عدتهم وقالتهم وقالت على اماكنهم، وان الدول العظمى هي اللي عارفة البوابات دي بس، وهي اللي بتتعامل مع العوالم دي، وفي بينهم اتفاقيات ومشاريع كبيرة جدا وبيتعاملوا مع بعض. حتى قالت ان هتلر كان في الحرب العالمية التانية كان بيتعامل، وهو اللي اكتشف الورق، وهو اللي بدأ في التعامل، يعني الموضوع كبير ومن زمان ومن ايام كمان هتلر، ومواضيع موثقة واوراق مثبتة وسرية عندهم، مش الموضوع يعني خيالات واشباح وتخاريف، لا ده مواضيع حقيقية واحنا متغافلين عنها بالذات الدول العربية. اللي بيتعامل اول دولة مع يعني المواضيع دي امريكا، روسيا، هم دول اكتر دول بتتعامل مع العوالم الخفية. والدول المتقدمة اللي هي متقدمة والمفروض بتفكر بالعلم وبالتكنولوجيا هي اول دول بتتعامل مع المخلوقات الاخرى والعوالم الاخرى، اللي احنا بنقول عليهم شياطين وجن، هم مخلوقات وبتظهر وهم بيتعاملوا معاها
عادي جدا جدا، وفي بينهم اتفاقيات كبيرة جدا، وفي بينهم مشاريع كبيرة جدا. وطبعا سبب تطور الدول دي هي المخلوقات دي، وده كله طبعا بيستخدم ضدنا. ومشاريع زي الحرب، مشاريع متقدمة، الحرب طبعا اللي بيستخدموه في الزلازل ضد الدول الإسلامية والعربية. حفظ الله الجميع، وربنا موجود، وطبعا المشاريع دي هتكون هي بداية المسيح الدجال أو ظهور المسيح الدجال والعياذ بالله، وأعصمنا الله منه ومن فتنته، وإن شاء الله ما نكونش موجودين عند ظهوره. نتمنى الخير للجميع، وعيد سعيد على الجميع، ولا تنسوا الدعاء لأهل غزة وفلسطين ولكل الدول الإسلامية والعربية.